ممكن الزمن بيغير الأحوال. جوازه من ماجدة زكي كان أكبر غلطة في حياته، ولو رجع بيه الزمن ما كانش هيتجوزها. كان عارف مقلب رامز وعامل مشاكل مع معظم اللي بيشتغل معاهم. كمال أبو ريا بيثير الجدل من جديد بعد الكلام الغريب اللي طلع وقاله عن طليقته ماجدة زكي، فتعالوا نعرف مع بعض إيه الحكاية. امبارح كمال أبو ريا طلع في برنامج وقال إنه قرر انفصاله عن ماجدة زكي، ده كان أكتر قرار صح في حياته، بالرغم إن وقت الانفصال هو ما كانش مبسوط، ولكنه دلوقتي لو الزمن رجع بيه ما كانش هيتردد في إنه ياخد قرار الانفصال عنها ولو لحظة. ولحد دلوقتي أسباب طلاقهم مش معروفة، ولكنه اتكلم عن أسباب عامة وقال أثناء مشوار الحياة وتجربة الجواز بتحصل ظروف استثنائية، ولو قدرت تستحملها وتعديها يبقى أفضل، لكن لو ما قدرتش تتحملها فالانفصال أفضل. للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر، وده طبعا بسبب عدم التماس كل طرف العذر للطرف التاني. الغريب بقى ان كمال أبو ريا قبل كده اعتذر لطليقته ماجدة زكي وقال انه عمل غلطات كتير في شبابه، ولكن هي تحملت المسؤولية وربت عيالهم، وطلب منها ومن ولاده انهم يسامحوه بعد ما سابهم فترة كبيرة. وقال كمال لماجدة انتي ست مكافحة وقوية وربيتي ولادنا تربية كويسة، وبعتذر لك لاني غلطت وما كنتش بعمل حساب حاجات كتير لاني كنت صغير. كمال عنده احمد وحبيبة من طليقته ماجدة زكي، بيعتبرهم صحابه، واحمد ابنه ده مثل كمان في مسلسل قوت القلوب مع ماجدة زكي. اما بقى عن مشاركته في برنامج رامز جلال سنة 2018 فهو قال انه كان عارف انه مقلب، لكنه ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل فيه. وقبل ما يروح كلم ياسر جلال عشان يوصي رامز انه ما يتكلمش عليه وحش في المقدمة السخيفة بتاعته، وياسر قال له انه فنان كبير والكل بيحترمه وبيحبه وما فيش حاجة وحشة عملها عشان يتكلم عنها رامز. كمال كمان كان عامل مشاكل في معظم المسلسلات اللي بيشتغل فيها، زي مثلا مسلسل المداح اللي عمل فيه كذا جزء ولكنه ما ظهرش في الاخير. وقال كمان عن انسحابه ده انه مرضيش يكلم حمادة هلال بس عشان كان في خلاف حصل بينهم ساعة تصوير الجزء التاني. وقال بالظبط المفروض كان حمادة هلال هو اللي هيتواصل معايا ويشوف ايه اللي مزعلني، لو هو نجم وله كلمة كان يقول لهم ازاي كمال أبو ريا ما يبقاش موجود، لكن شكله كده عايز يشتغل وخلاص. ومش بس حمادة هلال اللي عامل معاه مشاكل، كمان اتخانق مع المخرج محمد سامي، وده أثناء تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو. الاختلاف بينهم كان عن مشهد نعمة اللي هي المفروض كانت بنته في المسلسل، وكمال كان وقتها عايز يعمل المشهد بطريقة ولكن سامي كان عايزه بطريقة تانية. وانتم كمان شاركونا برأيكم في التعليقات وقولولنا يا ترى ايه رأيكم في تصريحات كمال أبو ريا عن طليقته ماجدة زكي.